اهلا وسهلا بكم في تالت محاضره من محاضرات برنامج التخطيط الاستراتيجي الشخصي لرواد ورائدات الاعمال انا المهندس حنان عواد في المحاضرات السابقه تناولنا عده مفاهيم من اهمها ايه هو مفهوم النجاح مفهوم النجاح ان الشخص مننا يحط لنفسه هدف ما ويحقق هذا الهدف لو حققنا هذا الهدف هو ده النجاح لكن مع الحفاظ على التوازن في جوانب مختلفه من جوانب حياتنا مش معقول ان احنا نحقق الهدف على حساب جوانب معينه من حياتنا كده ما يبقاش نجاح اتكلمنا كمان عن بعض الخصائص اللي بيتميز بيها رواد الاعمال عن الفئات الاخرى واكدنا على ان مستقبلنا بيعتمد على النهارده وتكلمنا على سر التوقيت المثالي في الحياه وفي العمل وركزنا شويه على مفهوم الحياه المقصوده او المتعمده كمان عرفنا التخطيط الاستراتيجي وقارنا ما بين التخطيط الاستراتيجي الشخصي والتخطيط الاستراتيجي في بيئه الاعمال وقلنا ان التخطيط الاستراتيجي الشخصي بيركز على الحصول على اكبر عائد من الطاقه والموارد اللي بنبذلها في سبيل تحقيق اهداف معينه كمان اتكلمنا على عده اخطاء اللي ممكن نقع فيها واحنا بننفذ اجراءات التخطيط الاستراتيجي الشخصي وكان مهم جدا ان احنا نتناول هذه الاخطاء مبكرا علشان ناخد بالنا ونتلافاها في الخطوات القادمه النهارده عايزين نعرف سوا ليه انا كرائد اعمال او رائده اعمال محتاجه او محتاج ان يكون لي خطه استراتيجيه شخصيه رواد الاعمال فئه من المهنيين اللي احيانا بيكون صعب علينا ان احنا نفصل بين حياتنا الخاصه وحياتنا المهنيه ما نقدرش نعيش حياتنا في صوامع منفصله عن بعضها احيانا في مننا كتير بيضطر انه يشتغل في البيت او في الاجازه هذا الفصل ما بين الحياه الشخصيه والعمل بيحتاج مننا مهاره دقيقه جدا جدا ان احنا نحافظ علي هذا التوازن في حياتنا رواد الاعمال يمكن مختلفين عن الموظفين سواء او الاخصائيين زي الدكاتره او الاطباء او الاستشاريين لان الموظفين او الاخصائيين يمكن حياتهم structured اكتر منظمه اكتر بحكم ان ساعات العمل محدده من الساعه كذا للساعه كذا بالنسبه لرواد الاعمال احنا اللي بننشئ اعمالنا احنا اللي بننشئ البيزنس بتاعنا فأحيانا احيانا يعني بنقع فريسه للعمل الجاد الطموح فأركز اركز قوي 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 على العمل واسيب جوانب اخرى علشان كده من المهم جدا ان يكون لينا خطة استراتيجية شخصية بتجمع كل جوانب حياتنا في انسجام وتناغم بحيث ان احنا مفيش جانب من الجوانب دي يقع او يسقط من دائرة اهتمامنا في ادارة الجودة الشاملة مفهوم حلو جدا جدا ولطيف وبسيط ولكنه مهم جدا جدا وهي عجلة الجودة نفس المفهوم ده لو طبقناه علي حياتنا بشكل عام ممكن نطبق عجله جوده الحياه عجله جوده الحياه عباره عن سلسله من الخطوات او من المراحل اللي احنا بنخلص مرحله ندخل في التانيه ندخل في التالته ندخل في الرابعه ونرجع تاني للمرحله الاولي وهي بسيطه جدا ان احنا بنخطط وده اللي احنا بنعمله سوا في البرنامج دوه. بعد كده لما بننتهي من كتابة خطتنا والخطة دي اللي بتشمل جودة حياتنا بشكل عام. بندخل في إجراءات تنفيذ هذه الخطة. وفي الخطة أثناء ما احنا بنضعها بنحط إجراءات التنفيذ. ومش بنحط اجراءات التنفيذ وبس احنا كمان بنحط معايير قياس الاداء يا ترى حقيس ادائي ازاي هعرف ازاي ان انا ماشي على الطريق الصح واحط لنفسي بعض المعايير وهنتكلم على طريقه وضع الاهداف اللي تمكننا من وضع هذه المعايير ولما اقيم ادائي اعرف الفجوه ما بين أدائي الحقيقي والأداء اللي مفروض أن أنا أؤديه وهذه الفجوة هتكون فرصة رائعة أن احنا نحسن حياتنا ونحسن خطتنا ونجري بعض التعديلات سواء على خطتنا أو على بيئتنا اللي حوالينا أو على دائرة علاقاتنا أو حتى على أهدافنا بشكل عام وهذا التحسن هينتج عنه خطة جديدة أو خطة معدلة أو خطة محسنة أحطها برضو في موضع التنفيذ وأقيس الأداء وأفضل في هذه الدائرة علشان أحافظ دايما على تقدمي في حياتي هنا بقى السؤال أهتم أكتر بالتخطيط ولا أهتم بالتنفيذ؟ ويمكن السؤال ده بيطرح كثيرا في بيئة الأعمال تلاقي بعض المدراء يقولك بلاش نضيع الوقت في التخطيط أو, 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 أو بنقعد نخطط ونكتب هذه الخطط وبعد كده بنحطها في الدرج نفس الحكاية لحياتنا بشكل عام احنا ممكن نقعد ننخرط في عملية التخطيط وما إجراءات تمكنني من تنفيذ هذه الخطة او اضع هذه الخطه وتبقى خطه حلوه جدا جدا ومحكمه وانساها واحطها في الدرج واقفل عليها او اقول خليني اخطط خطه كده يعني مش مش تامه وهنفذ كويس للاسف احنا محتاجين استراتيجيه جيده للتنفيذ الجيد ما ينفعش ابتدي احسن في حياتي بدون ما يكون عندي بوصله وخارطه طريق تمكني من الوصول للاهداف والمحطات اللي انا محددها لحياتي وجودة التنفيذ تعتمد على جودة الخطة لأن خطتنا الاستراتيجية مش بس هتقول لنا أعمل إيه دي هتقول لنا كمان أعمله إزاي في تعبيرات كوميدية لطيفة قوي أنا رئيس جمهورية نفسي أو أنا ملك حياتي أو أنا الرئيس التنفيذي لحياتي والتعبيرات دي على رغم أنها فيها طابع فكاهي شوية إلى أنها حلوة جدا جدا وممثلة تمثيل حقيقي لفعلا إحنا دورنا إيه في حياتنا إحنا فعلا الرئيس التنفيذي لحياتنا كل جوانب حياتنا المختلفه عامله زي ما تكون ادارات شركه هذه الادارات بتتفاعل مع بعضها في شغل بيطلع من هذه الاداره يدخل الاداره التانيه وفي دوره دوره عمل ودوره مستنديه في هذه الشركه احنا حياتنا كمان عامله زي الشركات واحنا الرؤساء التنفيذيين لإدارة حياتنا في ثلاث أمور بيحددوا إذا كنت مدير ناجح في حياتي ولا لا العنصر الأول هو الغاية الأسمى إيه الهدف الأسمى أو الغاية الأسمى لحياتي يا ترى إيه المهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقني على الأرض عشان أؤدي هذه المهمة يا ترى إزاي أنا أقدر أنفع الآخرين لان كل واحد فينا بينفع الاخرين بشكل مختلف عن الشخص الاخر فمهم جدا عشان اكون رئيس تنفيذي ناجح لحياتي هو اني اعرف الغايه الاسمى من حياتي ودي مهمه مش سهله ما نقدرش كده نقول اه انا عارف الغايه الاسمى من حياتي دي يمكن هتحتاج مننا بعض المجهود وبعض التفكير وفي بعض التمارين اللي هنعملها في المحاضرات القادمه جهزوا نفسكم اللي هتاخدنا خطوه خطوه ان احنا نقدر نقرب شويه من اني افهم ايه هي الغايه الاسمى لحياتي الامر الثاني اللي هيضمن ان انا اكون رئيس تنفيذي ناجح لحياتي هو اهدافي الشخصيه لما بنضع اهداف جيده بقدر افهم يا ترى ايه الموارد اللي انا محتاج استثمرها لتحقيق هذا الهدف يا ترى ايه الفتره الزمنيه اللي انا محتاجها لتحقيق هذا الهدف يا ترى ايه هرم الاهداف وده هنتكلم عنه بعد شويه اللي محتاج ابنيه علشان أصل لهذه الأهداف الشخصية وعلشان نكون رؤساء تنفيذيين ناجحين لحياتنا مهم جدا جدا إن احنا نفهم ونلاحظ ونحلل عاداتنا وسلوكياتنا في مقولات كتيرة قوي من الحكماء مفادها إن أنت عاداتك حياتك هي عاداتك سعادتك مرتبطه بعاداتك ونجاحك مرتبط بعاداتك فعاداتنا وسلوكياتنا هي اللي بتشكل حياتنا يوم بعد يوم يوم بعد يوم الناس اللي بتجد وزنها زاد جدا جدا عن الوزن المثالي الصحي الزياده في الوزن دي ما بتجيش ما بين يوم وليله الناس اللي بتلاحظ تدهور علاقه ما في حياتها سواء علاقه زوجيه او علاقه مع شريك العمل او علاقه مع رئيسي هذا التدهور اللي حصل في هذه العلاقه برده ما بيحصلش ما بين يوم وليله التدهور في صحتنا التدهور في معارفنا يمكن في فترة من الفترات كنت حريص اني اقرأ واني افهم واني اسقف نفسي لكن في فترة تانية انشغلت بامور تانية فهتبتدي هيبتدي المخزون المعرفي ليا يتضاءل والمخزون المعرفي للاخرين من حولي يزيد فيبتدي يبقى فيه فجوة كبيرة قوي فعاداتنا وسلوكياتنا مهمة جدا جدا والتخطيط الاستراتيجي اللي احنا بنعمله سوا دلوقتي هو اللي هيساعدنا ان احنا نضع غايتنا الاسمى وناخد هذه الغايه ونحولها لمجموعه من الاهداف وهذه الاهداف نحولها لمجموعه من العادات والسلوكيات ومش بس كده انا كمان اقيم عاداتي وسلوكياتي الحالية وحدد هل العادات والسلوكيات دي بتخدمني هل العادات والسلوكيات دي بتمكنني اني احقق النجاح اللي عايز احققه ولا لا مهم جدا كمان ان احنا نهتم بوجود خطه استراتيجيه شخصيه لينا علشان نعرف ازاي هنتعامل مع مخاوفنا ، الخوف شعور طبيعي جدا جدا في اي انسان لكن احنا بنولد بنوعين اتنين بس من الخوف الخوف من الصوت العالي والخوف من الوقوع ويمكن ده شيء طبيعي لان غريزه البقاء جوانا معتمده جدا 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 ان احنا نفهم الاوضاع في البيئه اللي حوالينا فالوقوع احنا كبشر ما بنقدرش نطير او مش زي القطط بنقع على رجلينا فالوقوع بالنسبه لنا تهديد فظيع لحياتنا الحاجه الثانيه الصوت العالي عاده بيجي معاه احساس بالخطر فهم دول نوعين الخوف اللي احنا بنتولد بيهم امال ايه بقى باقي الانواع التانيه انواع الخوف التانيه اغلبها مكتسب يعني ايه يعني بنتعلم ان احنا نخاف من هذه الامور إيه على مدار حياتنا وخاصه في الفتره اللي هي فتره الطفوله اللي بتتشكل فيها شخصياتنا بنتعلم نخاف من ايه ومنخافش من ايه. آه كمان بنخاف من الفشل ليه لان ردود افعال الناس من حوالينا لما فشلنا مساعدتناش ساعدتناش ان احنا نفكر في الفشل على ان هو امر طبيعي او امر عادي العقاب اللي تعرضنا له كمان بيخليني اخاف من امور معينه يمكن اخاف اتكلم اخاف اعبر عن رايي لان لما عملت كده هو كان رد الفعل اللي تلقيتها رد فعل مش ظريف فاحنا بنكتب خطتنا الاستراتيجيه الشخصيه لازم نفكر في مخاوفنا وأثناء ما أنا بضع أهدافي أفكر في هذه المخاوف وأفكر في استراتيجيات إن أنا إزاي هواجه هذه المخاوف في شركة الاستشارات الإدارية اللي أنا أرقصها عملنا استبيان لرواد الأعمال اللي اشتغلنا معاهم واللي حضروا المحاضرات بتاعتنا والبرامج التدريبيه بتاعتنا وسالناهم على ايه هي مخاوفهم وعلى مدار السنوات السابقه قدرنا نجمع بعض المخاوف اللي لقيناها الى حد ما مشتركه بين رواد الاعمال النوع الاولاني من الخوف هو الرهبه من التخطيط للمستقبل في بعض الاشخاص عمليه التخطيط بتبقى عمليه مرهقه جدا جدا واحيانا بنتلقى رسائل متضاربه من البيئه اللي بنتربى فيها يقول لك يعني مثلا طبعا بنتكلم على المستقبل دايما على انه هو في علم الغيب وهو فعلا في علم الغيب فبعض الناس بتقول ما هو في علم الغيب يبقى ما خططش ما فكرش. وربنا طبعا هيدبرها وهيمشيها ولكن زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت في مقولة حلوة جدا جدا من الشيوخ سمعناها وهي ان الانسان مسير باختياره يعني ربنا سبحانه وتعالى بيدلنا على الطريق اللي المفروض نمشي فيه بيعرفنا الصح والغلط الحلال والحرام و مفروض بهذه المعلومات اللي بنتعلمها وبنجمعها نضع خطة للمستقبل مع إيمان ويقين تام إن المستقبل بإيد ربنا سبحانه وتعالى لكن أنا لازم أعرف إزاي هتصرف في حياتي إزاي حسير حياتي في الحدود اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها لي ف... عدد من رواد الاعمال اللي اتكلمنا معاهم اعتبر ان من احد مخاوفه التخطيط عملية التخطيط بشكل عام وبقى فيه رهبة من التخطيط للمستقبل الخوف الثاني اللي بينه الاستبيان اللي احنا عملناه واحنا عملنا هذا الاستبيان اكتر من مرة هو الخوف من الحصول على نفس النتائج يعني دايما نقول انا ليه برتكب نفس الاخطاء انا ليه مهما حاولت اغير بتحصل نفس النتائج فالخوف من الحصول على نفس النتائج احيانا بيكبلنا ويخلينا مترددين ان احنا ناخد اجراءات معينة او ان احنا نبذل جهد معين طب انا اتعب ليه من هحصل برضو على نفس النتائج النوع الثالث من المخاوف اللي حددها رواد الاعمال هو الخوف من الالتزام الالتزام الى حد ذاته في بعض الاشخاص بيشعروا أنه هو شيء بيكبلهم وبيخنقهم طبعا يعني انا مش عايزه اقول ان ده صح ولا غلط لكن هو طبعا شيء معرقل اني ما اقدرش اقول كلمه ما اقدرش التزم بتنفيذ شيء معين لاني خايف من هذا الالتزام انا خايف من نفسي انا خايف ان عزيمتي تخور فاعمل ايه ما التزمش اصلا ما أنضبتش، ما انضبطش ما لنفسي خطوات معينه اعملها واقوم بيها كنت بشتغل مع بيزنس مان في تحديد بعض الجوانب القصور في اسلوب قيادته وكان من من يعني من الملاحظات اللي جمعتها من الناس اللي بتشتغل معاه وفريق العمل اللي بيشتغل معاه ان عمره ما بيديهم اجابه محدده نعمل ده ولا ما نعملوش ان شاء الله بعدين آم آم بعدين هقول لك فيمشي الموظف من عنده وهو مبلبل ومحتار مش عارف يا ترى هنعمل ده ولا مش هنعمله فلما اتكلمت معاه قال لي ما هو اصل انا دايما في جوايا شك فانا مش عايز التزم بشيء معين آه علشان الله مش يمكن انا غلط مش يمكن انا كذا فاحيانا بيكون خوفنا من الالتزام له منبع اخر ومنبعه ممكن يكون عمليه اتخاذ القرار مش متبلوره ومهاره اتخاذ القرار مش مثقلناهاش بالشكل اللي يخليني اقول اوكي في مخاطره هنا في مجازفه انا مش عارف ولا متاكد من هذا الامر ميه في الميه لكن هننفذه واثناء ما احنا بننفذه هنشوف اذا كنا محتاجين نغير ولا لا. فالخوف من الالتزام من احد المخاوف اللي بتواجه رواد الاعمال وبتكون متعلقه بقدرتهم ومهارتهم في اتخاذ القرار الخوف الرابع اللي هتساعدنا خطتنا الشخصيه ان احنا نضع استراتيجيه في ازاي هنتعامل معاه هو الخوف من تاخر المكاسب طبعا في ظل التغيرات السريعة اللي احنا عايشين فيها سواء في حياتنا الشخصية او في بيئة الاعمال واعمالنا والمرحلة اللي فيها البزنس بتاعنا سواء هو في بدايته او مجرد فكرة او انا فعلا نفذت او عمل قائم وشغال هو ان احنا نخاف من تأخر المكاسب يعني انا هزرع النهاردة امتى هحصد بيبقى فى نوع من عدم التيقن طبعا ده بيحطنا في حالة حرجة خاصة إن احنا كرواد أعمال يمكن يكون من أحد التحديات اللى بنواجهها فى حياتنا إن احنا دخلنا مش دخل ثابت دخلنا مرتبط بالبيزنس بتاعنا بالشركة اللي احنا أنشأناها أو بالمشروع الصغير اللي احنا أنشأناه في بعضنا بيكون لسه محافظ على وظيفته فبيبقى في وظيفه وفي نفس الوقت بيشتغل في المشروع بتاعه ففي جزء من دخله ثابت لكن في جزء غير ثابت احيانا كمان في علاقاتنا طب انا هستثمر وقتي وجهدي في هذه العلاقه طب انا مش متاكد امتى العلاقه دي هتثمر وهتبقى علاقه كويسه وان انا هستفيد من هذه العلاقه فاحيانا تاخر المكاسب بيكون خوف بيراودنا واثناء ما احنا بنضع خطتنا الشخصيه لازم نفكر ازاي هتعامل مع النتيجه المتوقعه لهذا الهدف لو اتاخرت النتيجه المتوقعه عن الميعاد اللي انا وضعته اتصرف في الامر ده ازاي. النوع الخامس من المخاوف اللي بتواجه او اللي بيشعر بيها رواد الاعمال والاستبيان بتاعنا وضحوا هو الخوف من تعلم مهارات جديدة ودي يمكن نشوفها في بعض الامثلة الدرجة في حياتنا بعد ما شاب ودوك كتاب أو التعليم في الصغر كان نقش على الحجر والتعليم في الكبر كان نقش على الماء ف بيتولد جوانا خوف من ان انا اتعلم مهارات جديده واشكك في قدراتي يعني ولو كمان جمعناها مع المخاوف الاخري طب انا هستثمر وقتي وجهدي في تعلم هذه المهاره امتي بقي هيجي المكسب او العائد من تعلمي لهذه المهاره فبالتالي ممكن يصبح يصبح هذا الخوف من تعلم المهارات الجديده شيء بيكبلني ما بيحركنيش بيخليني متردد وبيأثر تأثير سلبي على حياتي الشخصية وعلى عملي النوع السادس من المخاوف اللي بتراود رواد الأعمال الخوف من ضياع الفرص فلما بتجينا فرصة يعني ببقى متردد قوي إن أنا أقول لأ لهذه الفرصة طبعا احنا يعني لازم نغتنم الفرص دائما لان احنا دايما في سعي دائم لفرص جديده للتحسين وفرص لتعظيم العائد على استثماراتنا لكن في بعض الفرص احيانا ما بتكونش مناسبه او ما بتكونش مواتيه او بتيجي في معاد مش الميعاد الصح او انا مرتبط بامور كتيره جدا جدا زي بالظبط يقول لك ايه dont dont munch more than you can chew يعني ما تقطمش اكتر من اللي تقدر تمضغه لانك لو مليت فمك قوي 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 ممكن تتخنق وما تعرفش تتنفس فبنخاف ان احنا نضيع الفرص وده يعني هذا الخوف احيانا بي بي بيدفعنا للتسرع في ان انا التزم ويمكن ده يرتبط شويه بالخوف من الالتزام زي ما في ناس بتخاف من الالتزام في ناس بـ بـ يعني عدم خوفها من الالتزام وخوفها من ضياع الفرصه بيخليها تأوفر يعني تلتزم بامور اكتر بكتير جدا جدا من طاقتها وقدرتها فبالتالي يعني تبقى مشتته ما بين امور كثيره جدا جدا مش م... وهذا الشخص يبقى مش قادر انه يحقق التزامه في هذه الناحيه وهذه الناحيه وهذه الناحيه وده يدخلنا في النوع السابع من المخاوف وهو الخوف من المسؤوليه احيانا نقول على ناس ده بيهرب من المسؤوليه انا ما بعتبرش اي حد جبان. لان يعني الشجاع مش هو الشخص اللي ما بيخافش الشجاع هو الشخص اللي بي بيعمل ما يجب عليه فعله رغم الخوف فهو خايف من جواه ولكن بيواجه خوفه وبينفذ اللي مفروض عليه ان هو ينفذه في المقابل الشخص اللي مش شجاع الخوف ده بيكبله فيبقى مش قادر يتصرف واحد المخاوف هو الخوف من المسؤوليه واحنا طبعا يعني كرواد وكرائدات اعمال احنا علينا مسؤولية كبيرة جدا جدا مسؤولية ان احنا ننجح اعمالنا مسؤولية تجاه فرق العمل اللي بتشتغل معانا مسؤولية تجاه موردين اللي بيوردوا لنا مواد خام او اللي بيوردوا لنا بعض الخدمات مسؤولية تجاه عملائنا اللي معتمدين علينا ان احنا ننفذ لهم امر معين طبعا يعني مسؤولين كمان من اشخاص اخرين في دايره علاقاتنا ممكن يكون اسرنا ممكن يكون اصدقاء ودائره علاقاتنا ممكن تكون متشعبه فالخوف من المسؤوليه احد المخاوف اللي كتير من رواد الاعمال حددوها انا خايف من المسؤوليه في رهبه. من تحمل المسؤولية فلما يبقى عندي خطة استراتيجية هقدر أقيم قدرتي على تحمل هذه المسؤولية وإيه اللي أنا محتاجه عشان ألتزم وأنفذ إيه الموارد إيه الفرص اللي لو أتيحت لي هقول لها أيوة وإيه الفرص اللي لو أتيحت لي ممكن أقول لها لأ لسه شوية ده مش وقتك الخوف التاسع اللي بيشعر بيه بعض رواد الاعمال هو الخوف من استنفاد الموارد ان الموارد اللي يعني المتاحه لينا تخلص يعني في سبيل ان انا احافظ على مواردي دي يمكن اكبل نفسي واحيانا لاننا بنفتقر لمهاره اداره الموارد سواء الموارد البشريه او الموارد الماليه او الموارد الفنيه والتقنيه او الموارد اللي هي الاسيتس الممتلكات اللي بمتلكها لما افتقد لاداره هذه الموارد او تكون مهاره اداره الموارد عندي مهاره ضعيفه شويه اخاف من ان انا افقد هذه الموارد وده يخليني ما استثمرش هذه الموارد لاستثمار الامثل للحصول على النتائج الخوف الاخير ويمكن اهم نوع من انواع الخوف واللي تقريبا يعني اكتر من 90% من رواد الاعمال اللي اشتركوا في هذا الاستبيان حددوه هو الخوف من الفشل واحيانا الخوف من الفشل بيمنعنا ان احنا نبتدي اصلا او او ان انا اخد الخطوات الجاده او اكتفي بمقدار معين من النجاح فما تطل... لا اتطلع لابعد من ذلك عشان انا خايف افشل دلوقتي انا عايزاكم تاخدوا ورقه وقلم وتكتبوا وتعددوا المخاوف اللي بتشعروا بيها في حياتكم و يعني اللي احنا هنكتبه ده بينا وبين نفسنا فما تخافوش ان حد تاني يطلع عليه لكن مهم جدا جدا ان احنا نفكر في هذه المخاوف ونحدد هذه المخاوف علشان لما نبتدي في الخطوات الفعلية في كتابة خطتنا الاستراتيجية الشخصية افكر في هذه المخاوف وافكر ازاي هتعامل معاها طبعا انا ذكرت لكم عشر انواع من المخاوف اللي ظهرت في الاستبيان اللي احنا عملناه لكن احنا كافراد مختلفين عن بعض فكل واحد فينا وكل واحدة فينا نفكر ايه المخاوف اللي بتراودني ايه اللي بيقلقني ايه اللي بيوترني ايه ونكتب هذه القائمة ونحتفظ بيها علشان لما نبتدي نشتغل في استراتيجيات حياتنا نفكر في تضمين بعض الاستراتيجيات اللي بيها هنواجه او هنتعامل مع هذه المخاوف في امر مهم جدا جدا آه آه بيؤكد ان ليه لازم يكون عندنا خطه طويله المدى شخصيه لحياتنا كرواد ورائدات اعمال وهو الافراط في التفكير في القرارات احنا كل يوم علينا ان احنا نتخذ مجموعه هائله من القرارات على سبيل المثال في دراسه وضحت ان احنا كل يوم بناخد اكتر من 600 قرار متعلق بهناكل ايه بس آه يعني الاكل بيجي على بالنا 600 مره اثناء اليوم وكل مره بيجي الاكل على بالنا او في تفكيرنا آه بيتبعوا قرار منه مثلا اني مش هفكر في الاكل او آه يا تري هناكل ايه النهارده يا تري احط ملح زياده يا تري يعني اخد اطمه. يا ترى القطمه دي مستساغه ولا محتاجه ازود شويه ملح او ازود شويه فلفل او الاكل عجبني او الاكل ما عجبنيش ومجموعه كبيره قوي 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 من الافكار طيب تخيلوا بقى ان على مدار يومنا ايه كم القرارات اللي بناخده وهنا في نقطه مهمه جدا جدا مخنا بيتعامل مع القرار على انه قرار ما بيتعاملش معاه على انه قرار كبير او قرار صغير نفس الجهد اللي إحنا محتاجينه عشان أقرر يا ترى أحط ملح زيادة على الأكل ولا لا بيكون نفس الجهد اللي أنا محتاجه لقرارات أخرى وده بيدخلنا في ما يسمى بإرهاق القرارات أو الديسيجن فتيج إن أنا على مدار اليوم كل ما باخد قرار صغير كبير تافه مؤثر حيوي بستهلك من خزان الطاقة المخصص لاتخاذ القرارات فاستهلك واستهلك واستهلك واستهلك, وأستهلك لغاية أما يفضى خزان الطاقة المخصص للقرارات وفي دراسات كتيرة قوي اتعملت على ايه ايه على تعدد الاختيارات قدامنا ففي دراسات لطيفة وجدت ان تعدد الاختيارات احيانا ما بيكونش مفيد لما بيزيد عدد الاختيارات المطروحة عن عدد معين مشاعرنا الايجابية المرتبطة بهذا الامر بتقل وده يمكن بيقابلنا زي مثلا عايز اشتري عربية معينة اذا ما كانش في ماركة معينة كنت بحلم بيها او, أو, أو مرتبط بيها بشكل معين سي مثلا جاكور انا نفسي كنت من زمان ان انا اركب عربية جاكور كنت شايفة ان الديزاين سليك وجميل وحلو مش بس كده انا بحب الحيوان نفسه اللي هو الجاكور اللي هما خدوه رمز ليهم فبقى في نوع من العاطفة بيني وبين هذه الماركة لكن لو انا مفيش ماركة محددة في دماغي ونازل اشوف كل الاختيارات اللي في السوق واو انا ممكن اقعد شهور واحيانا سنين عشان اختار نوع السياره الصح فتعدد الخيارات اللي موجود قدامي احيانا احيانا بيكون مرهق فلما يكون عندنا خطه استراتيجيه شخصيه هيكون عندي معايير لاتخاذ القرار. لاني فكرت مقدما ومسبقا في انا عايز حياتي تمشي ازاي بقى في عندي معايير اقدر لما يقابلني موقف ما اني اخد قرار معين بقى في عندي بعض المعايير اللي ابني قراري عليها فمهم جدا وجود الخطه الاستراتيجيه الشخصيه عشان ارحم نفسي بعد كده من الافراط في التفكير في القرارات وليه احنا عايزين نقلل من الافراط في التفكير في القرارات ويمكن دي برضه دراسه اخرى عملوها على القضاه في محكمه امريكيه وشافوا جوده القرارات اللي, بي... اللي بياخدها القضاه على مدار اليوم لان طبعا القاضي على مدار اليوم بيشوف عشرات من القضايا فوجدوا ان في بدايه النهار قرارات القضاه بتكون قرارات صارمه متفقه مع الجرائم اللي بينظروا اليها قبل البريك الاولاني قبل الاستراحه الاولى بتكون القرارات قاسيه جدا جدا احيانا. اقصى عقوبه موجوده في هذا الجرم او هذه الجريمه ويرجع تاني ياخد من الاستراحه مرتاح طبعا فتبتدي القرارات تكون متناسبه مع حجم الجريمه لغايه ما يحصل نفس الامر تاني وتبقى القرارات قاسيه جدا جدا ف... يعني حللوا الحاله التفكيريه للقضاة على مدار اليوم لغايه ما بيرهقوا وبعد كده بيرجعوا من الاستراحه مرتاحين وهكذا فوجدوا ان الافراط في التفكير في القرارات وحدوث ما يسمى بارهاق القرارات اللي قلت لكم عليه بيقلل من قدرتنا على أداء المهام اللي بتتطلب مجهود عقلي المهام اللي, اللي بنقوم بيها على مدار اليوم بتتطلب مجهود متفاوت مننا ومجهود بدني وعقلي فالمهام اللي بتتطلب جهد عالي لما بكون في حالة إرهاق القرارات دي أدائي فيها بيقل الحاجة التانية كمان إن الإفراط في التفكير بيقتل الإبداع يعني قدرتي على ان انا اجيب افكار جديدة او احل المشاكل اللي بتقابلني بطريقة ابداعية بتقل فخطتي الاستراتيجية هتمكنني من ان انا منزلقش لارهاق القرارات واني افرط في التفكير فبالتالي اسيب مساحة للابداع وللتوصل لحلول مبتكرة الامر الخطير برضو في الافراط في التفكير هو انه بيقوض قوه قوه الاراده قوه الاراده عندنا عباره عن تانك خزان كل ما بستهلك جزء من قوه الاراده في عمل ما عشان اتغلب على عاده معينه عشان اتغلب على سلوك معين بفكر في امر ما. ألاقي قوة الإرادة تقل 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 وممكن تيجي في مستوى أن أنا يعني إرادتي مستهلكة فمش قادر ألاقي قوة الإرادة والدافع الداخلي أني أقوم بعمل ما فخطتنا الاستراتيجية هتنظم استخدامي لقوة الإرادة اللي انا عندي منها مخزون محدد كل يوم بحيث ان انا يكون عندي مخزون للامور الاهم في حياتي وطبعا اخر حاجة ان الافراط في التفكير بيقلل احساسنا العام بالسعادة لما يبقى الانسان قلوق او ما عندوش نهج معين عشان اخد القرارات او حياتي مليئه بالقرارات التافهه او البسيطه او اللي مش مؤثره اللي بتستهلك طاقتي فطبعا احساسي العام بالسعاده يعني بيتاثر عامل مهم جدا جدا من نجاحنا في الحياه معتمد على قدرتنا على التنظيم الذاتي او الاداره الذاتيه اني ادير نفسي فاكرين مفهوم أنت الرئيس التنفيذي لحياتك الرئيس التنفيذي معليوش إن هو يدير بس الشركة أو يدير فريق العمل ده مفروض كمان يدير نفسه فوجود خطة استراتيجية شخصية لنا هتمكننا من أن احنا ننظم حياتنا وأن احنا ندير أنفسنا الإدارة السليمة الصحيحة جزء كبير جدا جدا من الاداره الذاتيه متعلق بعواطفنا ومشاعرنا اللي احيانا نصنفها على انها ايجابيه واحيانا نصنفها على انها سلبيه ولكن المشاعر بشكل عام كلها مفيده حتى المشاعر السلبيه المشاعر السلبيه لما بنشعر بيها بنعرف ايه هو الخلل او ايه هو الخطا. وإزاي أنا لازم أواجه هذا الموقف أنا دايما بشبه المشاعر السلبية زي رائحة كريهة في المكان الرائحة الكريهة المنفرة دي بتوريني إن في مشكلة معينة اه ده في اكل اتساب هنا هو وهذا الاكل تعفن وعملنا المشكلة دي وهيأثر على جودة حياتنا وجودة البيئة في البيت لما ننظفه برده الشعور بالملل معناه ان انا محتاج حاجه جديده في حياتي ده يدفعني اني افكر او الشعور بالحزن ربما على شيء فقدته طب انا ممكن ازاي اعوض وجود هذا الشيء ولو جزئيا بحيث ان انا اطلع من حاله الحزن اللي انا حاسس بيها الغضب الغضب طاقه هائله رائعه ممكن تمكننا من ان احنا نهد جبال زي ما بيقولوا. ولكن لو, وجهت لو وجهتها صح فازاي اني افهم هذه المشاعر ازاي اني اتعامل معاها وده جزء مهم جدا من مهارات الذكاء العاطفي اني افهم مشاعري واديرها بحيث انها ما تنفجرش واتعامل معاها ومش بس كده ده انا احولها كمان لقوه دافعه فلما يبقى عندي خطة استراتيجية شخصية أبقى عارف أنا عايز أوصل لإيه فأقدر أتحكم في نفسي وأتحكم في مشاعري وأوجه طاقتي النفسية والعقلية والعاطفية لما يفيد للمهام بتاعتي اللي, هتوج... اللي, هت... اللي هتوصلني لأهدافي مش أسيب... آه 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 اهداف الناس الاخرين هي اللي تاخد طاقتي وجهدي او اوجهها في ما لا يفيد الحاجه الثانيه كمان ان جزء كبير جدا من الاداره الذاتيه اني اقدر اتكيف مع المواقف فخطتي الاستراتيجية هتحط خطوط عريضة للي أنا عايز أوصله ولكن التعامل مع المواقف اللي بتطرأ في حياتي موقف بعد موقف لو أنا عندي القدرة على التكيف هقدر أكيف ظروفي وحياتي وأسلوبي وتعاملي مع الموقف بحيث اني برضو افضل ماشي على المسار اللي انا رسمته لنفسي وحددته لنفسي في برضو امر مهم جدا جدا وهو الحافز الذاتي احيانا بيكون عندي الطموح اني احقق شيء, شيء ما واحيانا ما بيكونش عندي الحافز الذاتي في مواقف كتيرة جدا جدا ان مفيش الحافز الذاتي لان مفيش اهداف شخصية الحافز معناه الدافع لتحسين امر ما او او لتحقيق هدف ما طب انا لو ما عنديش الهدف هيبقى عندي الحافز ازاي ما ينفعش وجود حافز بدون هدف يعني البيضه ولا الفرخه او نحط العربيه الاول ولا الحصان الاول الهدف يجي الاول بعد كده بننمي حافزنا الذاتي اني احقق هذا الهدف عملية التخطيط الاستراتيجي وان يكون لي خطة استراتيجية بيدينا فرصة اني افكر في الاهداف طويلة المدى اللي انا عايز اوصل لها الامر التاني برضو اللي مهم جدا جدا وبيؤكد اهمية ان لازم يكون لنا خطة استراتيجية طويلة المدى شخصية هو تحسين المرونة النفسية أو أنا بسميها الرجوعية يعني ايه المرونة النفسية أو الرجوعية تخيلوا كده احنا كنا في كلية الهندسة في معمل المع... المعادن آه بنقيس المرونة مرونة المعادن آه فنجيب قضيب ونسنده وبعدين ننزل بالماكينة قوة ضغط على هذا القضيب فيتني ف يعني ايه نقيس. مدى هذا الانحناء وبعدين نشيل هذه القوة ونشوف القضيب ده هيرتد قد ايه المعادن اللي, على اللي ليها مرونة عالية بترتد احيانا تكاد تصل لوضعها السابق المعادن اللي مرونتها اقل بتتشكل ويبقى فيها هذا الانثناء او, أو الانحناء بشكل دائم احنا برضو كبشر عندنا خاصية المرونة النفسية، المرونة النفسية هي ازاي أنا بقدر بعد ما أمر بعقبة ما أو تحدي أو نكسة ازاي أقدر أرجع لحالتي الطبيعية بعد قد ايه وهل برجع لكامل حالتي الطبيعية ولا لا؟ ازاي بقدر أتغلب على هذه النكسة أو هذا العائق أو هذا التحدي إيه لما يكون عندي هدف طويل المدى والحياة تحدفني بالعقبات والنكسات من كل جانب أنا عيني على الهدف البعيد حتى لو وقعت هقوم واسند نفسي وأتغلب على المشاعر الـ 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 السلبية اللي جت من حزن وـ وـ وإرهاق و و وأقول لا أنا ما ينفعش أقعد دلوقتي عشان أنا عيني على الهدف البعيد فوجود خطه استراتيجيه شخصيه بيحسن من مرونتنا النفسيه لان تركيزي بيكون على الهدف البعيد فبتعامل مع النكسه او العقبه او التحدي اللي اللي, اللي انا تعثرت فيه وبقوم اكمل وواصل الطريق وفي اربع مكونات اساسيه للمرونه النفسيه المكون الاولاني هو الوعي الذاتي ان انا الاحظ افكاري سلوكياتي عاداتي بتعامل ازاي مع الناس اللي حواليا والمواقف اللي حواليا المكون التاني هو التفكير قدرتي على ربط الامور ببعض واللي احنا بنعمله في هذا البرنامج إيه إيه بيركز قوي 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 على التفكير وربط الافكار ببعضها احنا على مدار إيه إيه كل محاضرة بنفكر في امور جديدة وكل شخص فينا بيفكر في هذا الامر من منظوره وبيطبقه على حياته يعني مثلا لما تكلمنا عن المخاوف في مخاوف اهي عرضناها لكن انا كانسان كشخص ايه المخاوف بتاعتي فهذا التفكير مكون اساسي من مكونات المرونه النفسيه المكون الثالث هو التواصل قدرتي على التواصل مع الاخرين سواء ان انا اطلب مساعده منهم سواء ان انا اساعدهم اطلب النصيحه اوجههم بحيث انهم يساعدوني ويفيدوني في امور معينه فقدرتي على التواصل مع الناس اللي حواليا مكون اساسي من مكونات المرونه النفسيه اخر مكون هو اللياقه واللياقة بتجمع قدرتنا العقلية وقدرتنا الجسدية ما مدى لياقتي كإنسان في التعامل مع الأمور المختلفة واللياقة مش لياقة بدنية فقط بل لياقة عقلية يا ترى أنا عندي اللياقة العقلية اللي تمكنني أني أتعلم المهارات اللي أنا محتاج أتعلمها ولا لأ فكل واحد فينا يفكر في هذه المكونات ويا ترى أنا عندي هذه المكونات ولا لا او هل ينقصني احد هذه المكونات ولا لا ولو حددنا ان احد المكونات بينقصني سي مثلا ما عنديش اللياقه ما عنديش اللياقه الجسديه عشان يكون عندي هذه المرونه النفسيه اعمل ايه عشان ازود لياقتي او مثلا التفكير احيانا مثلا ممكن اكون متشكل في قدراتي في ان انا افكر اعمل ايه ادي لنفسي تمارين زياده اني افكر واني اربط الاحداث ببعضها واني ادور على طرق ووسائل ان انا انمي مهاره التفكير كمان عندي ختاما عايزه اقرا لكم بعض من الفيدباك او الردود اللي حصلنا عليها من على مدار السنوات من الناس اللي اخدوا فعلا برنامج التخطيط الاستراتيجي الشخصي وازاي فادهم وجود خطه استراتيجيه شخصيه في حياتهم التعليق الاولاني بعض المشاركين أكدوا أن اتخاذ القرار أصبح أسهل حيث فهموا وحددوا أولويات أنشطتهم ومهامهم الضرورية لتحقيق ما يرغبون في الحياة يبقى أول حاجة وجود خطة استراتيجية كتبنها كتابة محكمة حيسهل لنا اتخاذ القرار على حسب رواد الأعمال ما قالوا قبل كده التعليق الثاني هو ان بعض المشاركين استخدموا خطتهم الاستراتيجيه كاداه للتواصل مع شركائهم واولياء امورهم وغيرهم من الافراد المهمين في حياتهم لشرح اهدافهم طويله المدى وخططهم لتحقيق هذه الاهداف احيانا بنبقى جوانا طموح ما او جوانا هدف ما بس مش عارفين نعبر عنه لما ناخد وقتنا في عمليه التخطيط ويكون عندي خطة استراتيجية شخصية هيكون عندي اللغة اللي أقدر أستخدمها في التواصل مع شريك الحياة أو شريك العمل أو لو أنا لسه عايش مع بابايا ومامتي أو الناس المهمة اللي حواليا أو أصدقائي في أن أنا أوضح لهم إيه هي أهدافي وإيه هي الخطوات اللي أنا هعملها عشان أصل لهذه الأهداف وده يفكرني ان احد الاخطاء اللي ممكن نقع فيها ان احنا لا نولي اهتمام للاهداف المشتركه بيننا وبين الناس المهمه في حياتنا فلما يكون عندنا هذه الخطه الاستراتيجيه الشخصيه اقدر اتكلم مع الناس المهمين في حياتي ويمكن نحقق سوا اهداف مشتركه النقطه الثالثه الانخراط في عمليه التخطيط الاستراتيجي سمح للمشاركين بتحديد اتجاه حياتهم وتحديد اولويات واضحه لانفسهم احيانا بنقع في خطأ ان احنا نحط كل الامور في اولويه واحده او نعتبر ان كل الامور في حياتنا مهمه فبالتالي لما بنعتبر كل الامور مهمه ما بقدرش ادير طاقتي ونشاطي بالشكل اللي يسمح لي ان انا يعني اتعامل مع الاهم فالمهم. فالخطه الاستراتيجيه وعمليه التخطيط الاستراتيجي هتساعدنا على تحديد الاولويات. قال اخرون ان خطتهم الاستراتيجيه الشخصيه ساعدتهم على استثمار جهودهم ووقتهم في تلك المجالات التي كان لها اكبر تاثير على نجاح على نجاحهم الاستراتيجي ده مهم قوي قوي ان احنا جهدنا ووقتنا من الموارد المحدوده بالنسبه لنا فلازم استثمرها في بيسموها في البيزنس الفاليو ادنج اكتيفيتيز يعني الانشطه إن بتعلي القيمه وفي انشطه بيكون تاثيرها مش مش كبير قوي وفي انشطه اخرى بتقلل القيمه فلما استثمر جهدي ووقتي في هذه الانشطه اللي بتزود فرص نجاحي على المدى الطويل يبقى انا كده نجحت والخطة الاستراتيجية الشخصية هي اللي هتساعدنا ان احنا نستثمر وقتنا وجهدنا في value adding activities العديد من المشاركين رأوا ان خطتهم الاستراتيجية الشخصية كخطة تحسين شخصية ليصبحوا اشخاصا افضل ويتفوقون في العمل والحياة ودي مهمه جدا وانا قلت لكم احنا كرواد اعمال احيانا بيكون صعب ان احنا نفصل فصل تام ما بين حياتنا الشخصيه وعملنا وبعض المهارات هتلاقينا بنستخدمها في اوجه كثيره من اوجه حياتنا فالخطة الاستراتيجية ممكن تكون خطة تحسين شخصية لنفسنا خاصة لما نبتدي نفكر في المهارات اللي احنا محتاجين نكتسبها فتكون فرصة هائلة ان احنا نضمن خطتنا الاستراتيجية جوانب التحسين اللي احنا عايزين نعملها في حياتنا وفي انفسنا فائده اخري لامتلاك خطه استراتيجيه شخصيه هي اعاده تركيز انتباهك على نقاط قوتك والتفكير في طرق لاغتنام الفرص قال احد المشاركين ان التخصيص الاستراتيجي لحياتي قد ساعدني ايضا في تحقيق امكاناتي الكامله كل واحد فينا جواه امكانيات وطاقات ونقاط قوه. ومهارات لكن احيانا بنبقى مش عارفين ازاي نستغل هذه الامكانيات والقدرات فخطتنا الاستراتيجيه هي اللي هتساعدنا ان نستغل كل مهاراتنا وقدراتنا وطاقتنا وامكاننا